وفي إطار مبادرات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الإنسانية لدعم الدول والشعوب الشقيقة والصديقة وتعزيز التضامن الأخوي والتكافل الإنساني وإغاثة المنكوبين والمتضررين من المحن والحروب والكوارث والأزمات، تأتي توجيهات جلالته السامية لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى الجمهورية اللبنانية جراء حادث الانفجار الأليم والتي غادرت الشحنة الأولى منها مملكة البحرين يوم أمس للعاصمة بيروت. هذا وأعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن شكره وتقديره للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لهذا الموقف النبيل من مملكة البحرين، مشيدا بتوجيهات جلالة الملك المفدى بتقديم العون للبنان لمساعدته على مواجهة تداعيات هذه الكارثة المؤلمة، مؤكدا امتنان الحكومة اللبنانية لما أبدته مملكة البحرين من تعاطف وتضامن مع الشعب اللبناني وحرصها على الوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، مشيدا بعمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا بأن هذا الشعور الأخوي من قبل مملكة البحرين تجاه لبنان غير مستغرب على مملكة البحرين والتي كانت ولا تزال سباقة في دعم أشقائها في مختلف الظروف، وأن الشعب اللبناني يستذكر بكل الحب مواقف مملكة البحرين تجاه لبنان في جميع المحافل والمناسبات. كانت فرصة طبعا أشرح برنامج البحرين، برنامج الإغاثي من توصيل المواد الصحية الحالية ومناقشة المراحل القادمة والاستماع إلى احتياجاتهم. فعلا هناك محبة واحترام وتقدير للشعب البحريني المعروف وبجلالة الملك لمد أيادي البيضاء للأشقاء والأصدقاء في مختلف الدول. تحدثنا اليوم عن خطة إذا كانت ممكن تكون قريبة المدى وبعيدة المدى. قريبة المدى بأن وجدنا كذلك أن عندهم خسائر كبيرة في مخزون الأدوية كما ذكر، والأدوية العامة وليست فقط للطوارئ، كأدوية تستخدم حق أمراض الأورام أو غيرها من الأمراض المزمنة. هذه لها حاجة رئيسية، وكذلك هم لهم حاجة بأن يكون في مستشفى ميداني في المناقشة الأولية، وكذلك الحاجة إلى أن تكون في متابعات عامة من الفريق عامة في البحرين لتقديم مساعدات حتى بالنسبة لعمار بعض المراكز أو المستشفيات اللي يحتاج لها إلى عمار مرة أخرى. أنا ذكرت هذا الأمر لبعض النقاط وليس عامة لحصرها. جميع هذه النقاط بيتم إن شاء الله مناقشتها مع المعنيين، وضع الخطة اللازمة بعد ما تبين هذه المعلومات عامة الرئيسية، وعلى أساسها بإذن الله بيكون في هناك تنسيق بيننا في مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية لتقديم المساعدات المناسبة إن شاء الله. نشكر بداية جلالة الملك حمد بن عيسى وحكومة البحرين والشعب البحريني على هذه العاطفة وهذه المحبة تجاه المجتمع اللبناني والحكومة اللبنانية وخاصة وزارة الصحة العامة في ظل هذه الأزمة، الانفجار اللي سبب كثير من الخراب، كثير من التهديم، أزهق حياة الكثيرين من الآمنين المدنيين، وبنفس الوقت سبب كثير عنا من آلاف من الجرحى. نعول دائما على هذه العلاقة الأخوية الدائمة بين الشعبين البحريني واللبناني، متمنين كل الخير والمحبة لأهلنا في البحرين باسم المجتمع اللبناني بكل أطيافه، باسم الحكومة اللبنانية إلى حكومة البحرين وملك البحرين.